مساء الخير لكل مشاهدينا واهلا بحضراتكم وحلقه جديده على الهواء مباشره. والستات ما بيعرفوش يكذبوا، اربع ايام ويمشي شهر رمضان. حقيقي شهر رمضان من الشهور العزيزه جدا اللي كل يوم فيها مهم، لكن للاسف بسبب الظروف اللي احنا معديين بيها وبسبب الظروف اللي موجوده فيها مصر، يعني ناس كتيره جدا كانوا يا دوبك بيعملوا الفروض اللي عليهم، مش حاسين بروح رمضان. لعل وعسى ان شاء الله السنه الجايه رمضان يجي لنا ويجينا معاه الخير زي ما كل مره بيجي، ويكون بلدنا في احسن حال. مساء الخير لاميره. حلوه مفيده، ازيك؟ رمضان السنه دي الحقيقه ما جاش. بالظبط، يعني طبعا شهر كريم وصومنا والناس خلاص بتختم القرآن، لكن رمضان الروح. رمضان المصري الاحتفالي المبهج للأسف ما حد ما جاش، بس ان شاء الله يعني السنه الجايه زي كل ايام مصر ما هتبقى حلوه، هيبقى رمضان السنه الجايه حلو. في حدود الساعه 6 امبارح، لا 6 ايه، 5 خمسة. طبعا كل مشاهدينا شاهدوا المظاهرة اللي كانت بتدعى ساعتها وقتها انها سلمية وجاية لمدينة الانتاج الاعلامي. في حقيقة الامر لو سألتوني هم كانوا جايين يعملوا ايه، ما عرفش هم كانوا جايين يعملوا ايه، لكن من الواضح ان هم ما كانوش حاطين في دماغهم انهم يكملوها للسلمية. وفي ناس كثيرة جدا بيقولوا ان المقتحمين الارهابيين اللي جم قدام مدينة الانتاج الاعلامي امبارح كانوا جايين للفت النظر ليهم، لان هم بيعملوا مصيبه في ربع العدويه وقرروا ان هم يغموا العين عليها، فييجوا قال يعني بيعملوا احتجاجات قدام مدينه الانتاج الاعلامي. اللي حصل ايه؟ اللي حصل زي ما حضراتكم كلكم شفتوه صوت وصوره، وما على فكرة كناش صور الصور على الشاشه، ما خبيناش حاجه من حضراتكم. زي ما حضراتكم شايفين الشيخ اهو راجل لابس جلابيه، وهتلاقي عنده دقن اهو، وماسك طوب وبيحدف طوبه وعمال يضرب. لا، ولو سمعتيه على اليوتيوب هتلاقيه بيقول يا مجرمين يا كفره. حقيقه الامر انا مش عارفه ليه انتم مصممين انكم تيجوا تهاجموا الناس في مدينه الانتاج الاعلامي، وكان مدينه الانتاج الاعلامي دي بينكم وبينهم طار. في حقيقه الامر ان اي بلد متحضره في الدنيا من حقها انها تقول الراي وراي الاخر، من حقها انها تقول اللي احنا شايفينه ومهما عملته من صور زي دي او اكتر منها. زي ما احمد المغير مهدد قناه السي بي سي ان موعدنا يوم الاحد، بنقول لك ما تقدرش، احنا ما بنخافش وما بنتهددش، وهنفضل طول الوقت نقول الكلمه الحقيقه او الحق، هنفضل طول الوقت بنقوله. كانوا جايين بدون اي خوف من اي مخلوق. كانوا جايين ليه؟ كانوا جايين عايزين يعتصموا قصاد المدينة، متصورين انهم هيخلقوا بؤر اعتصامات اكبر. كانت المدينة والالف مسكن ومسجد مصطفى محمود، وكانت منصة رابعة بتعلن ان دي اعتصامات جديدة. الحقيقة انا عايزة اقف قصاد اكتر من حاجة مفيدة. فضل. عايزة اقول ان المسيرة السلمية او الاعتصام السلمي ترتب عليه ان في 2 عساكر اتعوروا بالخرطوش من المتظاهرين السلميين. ادي 1. 2 ان المتظاهرين السلميين معتبرين ان هم لما يحدفوا طوب ويحدفوا ازايز ويسبوا الناس ويقولوا عليهم يا مجرمين يا كفره، ان دي منتهى السلميه. الحاجه الثالثه، انا كنت بتابع على الفيسبوك، فكان بعض اصدقائنا العاملين هنا في المدينه بيقولوا يا جماعه، وهم طالعين من المدينه ساعه الاعتصام ده، بيقولوا يا جماعه العربيات دي جايه عليها حصير وتشوطه ومخدات، دول جايين على قعده. انا سالت نفسي سؤال، المدينه دي مدينه الانتاج الاعلامي دي بجد تعتبر في الصحراء؟ يعني عشان توصل لها لازم تبقي جايه من طريق الواحات او من الدائري او من المحور، يعني مفيش حاجه جنبنا. مفيش حد مثلا كان بيتمشى وبالصدفه سخن وقرر يخش يزقل طوبتين. الناس اللي جت دي ازاي اتجمعت وعملت مسيرة عربيات، والعربيات دي حملت ناس من اماكن مختلفة واتجمعوا في ساعة صفر معينة ودخلوا وركنوا ازاي؟ الامن ما شافهمش وهم عمالين يتجمعوا؟ لا شافوهم، ولا كان مستنيهم هنا؟ انا اعتقد ان هم شافوهم، وانا اعتقد ان هم كانوا مستنيهم، وانا اعتقد ان هم كانوا بيقولوا ان هنديهم فرصه اخيره، عايزينها سلميه، خلينا نتفرج على السلميه بتاعتهم. عايزه اقول لك حاجه، اللي حصل امبارح ناس كتيره جدا بيقولوا ان ده كان علشان خاطر نكشف
طريقة تفكيرهم. الناس دول مفيش ما عندهمش قيم السلمية، يبقى سلمولي على السلمية، السلمية دي تبقى خالتهم. أنا بسامي الألفاظ اللي بتتقال على الفيسبوك وخلاص، يعني الواحد السلمية دي تبقى خالتكم، لأن أنتوا قررتوا أنكم ما تتعاملوش مع الشعب المصري. إحنا الشعب المصري، مش إحنا كمفيدة، إحنا اللي بنكلمكم دلوقتي الشعب المصري. أنتوا كل حتة مشيتوا فيها مبارح عملتوا فيها أذى. طب ممكن أقول لك حاجة؟ حيث أننا بنتكلم عن الشعب المصري، وحيث أن أنت من ضحايا رابعة، طبعا ها أنت من ضحايا، من السكان ضحايا رابعة اللي معذبين بكل ما يحدث في الاعتصام السلمي اللي بيعذب الجثث. لا ونبي ما تستفزنيش. منظمة أمنستي انترناشنال، منظمة العفو الدولية، طلعت تقرير امبارح قالت فيه ان في دلائل كبيرة على ان بيتم تعذيب المواطنين جوه رابعة، وان في 8 او 9 جثث لقوها مرمية قريب من اعتصام رابعة عليها اثار تعذيب. فمنظمة أمنستي انترناشنال اللي بتتكلم على السلمية اللي انا وانتي عارفينها، احنا امبارح بقى سكان اكتوبر ابتدينا نتحول تدريجيا، لولا ان الامن تصدى لمحاولة اقتحام المدينة كنا هنبقى زيكم بالظبط يا كورة رابعة، ضحايا السلمية. ليه؟ ابتدوا يخلعوا الارصفة. انا مش مصدقة. بصي انا عايزة اقول لكم، خلعوا الارصفة لكل المشاهدين، يعملوا سواتر. يا جماعة على فكرة هذا العمل لا يمكن، يعني لو انا خدت اي كاميرامان من اللي واقفين هنا او اي واحد واقف على المدينه قلت له تعالى اخلع الرصيف، ما يعرفش. انا عايزه بس افهم خلع اصدقائنا ثانيه مفيده، خلع الرصيف ده عمل متدربين عليه وبيبنوا سواتر، دي ميليشيات مسلحه او شبه مسلحه اللي بتخلع الرصيف وتعمل سواتر يحتموا من وراها، وفي رابعه العدويه وعند النهضه يسيبوا فيها ما يسمى بلغه الحرب مزاغل، عشان لما يصوبوا اسلحه يبقوا من ورا الساتر. وحرقوا الجنينه اللي عند، وحرقوا الجنينه وحرقوا عربيه شرطه الاعلامي، وحرقوا عربيه شرطه، وحاولوا يخطفوا بنات ضابط شرطه يبدو انه كان بيعدي على الطريق وعرفوا شخصيته فحاولوا يخطفوا البنات. وكل ده سلمية. وعلى الفيسبوك يقول لك احنا سلميين، سلمولي على السلميه. واحنا امبارح خلاص سلمولي على السلميه، السلميه دي تبقى خالتكم، لان احنا بجد خلاص احنا زهقنا. على فكره مفيده، هم بطلوا يقولوا سلميه، هم من اول امبارح ولا من اول لما شفنا يوتيوب على الانترنت بيقول احنا قررنا نعمل مجلس حرب في شمال سيناء، خلاص، وقال لك مالكوش عندنا غير الحرب، ولا الداخليه هتخش سيناء ولا الجيش هيخش سيناء ولا ها. ولما اعلنوا مجلس الحرب هم نفسهم مفيش سلميه. بس انت عارفه ميرا، وقالوا امبارح على فكره، قال لك المسيرات الثوريه على اللي بيحصل عند المدينه. الناس دول عندهم مشكله كبيره جدا، لان هم مش واخدين بالهم ان اللي نزل لهم امبارح في ألف مسكن، واللي نزل لكم امبارح في مصطفى محمود، واللي احتمال ينزلوا لكم في رابعه العدويه، هم مواطنين مصريين على فكره، ونزلوا في شبرا ونزلوا في الهرم ونزلوا في الفيوم. من يتصدى هم المصريين اللي قرروا خلاص يمارسوا العزل الشعبي والمواجهه الشعبيه لناس ادركوا انهم ارهابيين بيموتوهم وبيموتوا عيالهم. امبارح انا كان في اتصال تليفوني من بعض الاخوان المسلمين اللي ارتدوا او انفصلوا، انا هقول ارتدوا معلش لان هم يعني ارتدوا عن هذا الارهاب، فبيكلموا مع في احدى المحطات الراجل بيتكلم بيقول انا ليه انفصلت عن الناس الموجودين في رابعه، وكان ده كان انفصل يوم ايه؟ انفصل كان يوم الثلاث اللي فات او حاجه. فبيسالوا الاعلامي الزميل ليه؟ قال لك لان احنا سالنا كل القيادات بتاعتنا الموجوده في رابعه، ها وبعدين؟ ها وبعدين؟ طيب احنا واقفين بقالنا اكتر من 36 يوم، ها وبعدين؟ مرسي ما رجعش، مفيش حاجه حصلت في البلد، الوزاره شغاله زي ما هي، رئيس الجمهوريه موجود، المواطنين بيروحوا وبيجوا شغلهم، مفيش غير ان احنا بنقرف الناس والناس بتدعي علينا، ها وبعدين؟ سؤال مهم جدا لازم كل اللي بيتفرج علينا وموجود في رابعه ومعترض على الكلام اللي احنا بنقوله اسالوا نفسكم، ها وبعدين؟ قبله اتفضلي. ممكن ارد؟ امبارح في تويته اتنشرت لمحمد بديع قال فيها جمله عبقريه، قال احنا كنا قاعدين عشان مرسي يرجع، لكن احنا سقفنا ارتفع ولن نغادر الا بالدوله الاسلاميه اللي عاصمتها القدس.
ما خلاص بيبانوا على وجوههم، خلاص خلاص هما بالنسبه لمصر. المهم يعني اقتحام المحاوله اقتحام مدينه الانتاج الاعلامي للمره المليون بقت بالفشل. ورجاء اعرفوا حاجه مهمه جدا، ان القوات اللي شفتوهم امبارح في اضعاف اضعافهم جوه مدينه الانتاج الاعلامي. فرجاء اللي عايز يجي باحترامه باحترامه يقف، احنا تحت امركم، اهلا وسهلا بيكم. اللي عايز يقل ادبه هيتلاقي نفس المعامله اللي اتعملوها امبارح. مدينه الانتاج الاعلامي مؤسسة من مؤسسات الدولة السيادية، طبعا استثمارات يا بنتي، اللي ما ينفعش فيها لا الهزار ولا البلطجة. اللي واجه القوى أو اللي واجه محاولين الاقتحام امبارح كان بعض قوات الشرطة، لسه في قوات خاصة، لسه في قوات فض الشغب، لسه في قوات جيش، لسه في حاجات كتيره قوي، كلهم جوه يعني كلهم موجودين. قبل ما اي حد يتصور انه هيعدي السور، قبل ما نتكلم عن موضوع حلقتنا النهارده، لان ده موضوع مهم جدا. طبعا حضراتكم حضرتوا البيان اللي تم اصداره منذ قليل من وزاره الداخليه، والبيان ده بيرجع مره ثانيه بيكلم المصريين الموجودين في ربعه، وانا قصدت كلمه المصريين مش الارهابيين، لان في رابعه اتنين، في ارهابيين وفي مصريين غلابه، فهو بينشر هؤلاء المصريين الغلابه رجعوا الى بيوتكم، احقنوا الدماء، حافظوا على بلدكم، واحنا هنسمح لكم بمنتهى السلميه والتحضر انكم تطلعوا من هذا الاعتصام، ان كان نهضه او رابعه العدويه. لعل وعسى يكون هذا النداء، واعتقد ده النداء الثالث او الثاني. النداء الثاني هو التاني. طبعا وزاره الداخليه الحقيقه بمنتهى المراعاة لحرمة الدم المصري وعمالة تنبه المعتصمين في ربعة. القوات المسلحة بترمي عليهم منشورات من الطيارات، ووزارة الداخلية بتطلع بيانات في كل وسائل الإعلام بتحاول تخاطب المعتصمين، ربما أهليهم، ربما الناس اللي يعرفوهم. يا جماعة مفيش مبرر لإسالة الدم المصري. وزارة الداخلية قالت الحقيقة بيان مهم، كان فيه جملة استوقفتني جدا، إن الإسلام في مصر يعلو ولا يعلى عليه أمس واليوم والغد. يعني يا بتوع ربع صراعنا ليس على الإسلام، لأن الإسلام في مصر يعلو ولا يعلى عليه. وإذا كنت تعتقد أنك تدافع عن شرعية، فالشرعية والسيادة للشعب، وقد عبر عنها بوضوح في 30 يونيو و 26 يوليو. يعني عايزه تقول لهم الافكار اللي بتروج وسطيكم، اللي بيضحكوا بيهم عليكم، والمنصه، واللي بيضحكوا بيكم، واللي بيغيبوا وعيكم وبيقولوا لكم، زي ما سمعت حد على اليوتيوب قال لك اصل احنا نازلين لان الازهر هيمنع اقامه الاذان على المنابر. ده كذب. الازهر كد. الأزهر العظيم الوسطي، مؤسسة الإسلام اللي بقالا 1000 سنة في مصر، القاهرة مدينة الألف مأذنة، بيضحكوا عليكم ويقولوا لكم الأذان سيمنع من الإقامة على المنابر. يا لا الهول والمصيبة السودة. في مصيبة سودة تانية، منذ أيام قليلة طبعا كلنا شاهدنا الفيديو بتاع الأطفال اللي لابسين الكفن بتاعهم وماشيين في ربع العدوية، عاملين وقفة أو عاملين مظاهرة أو عاملين ما هنقول مظاهرة أطفال. وبعد كده لقينا كمان فيديو تاني برضو في ربع العدوية لمجموعة من الأطفال ماسكين اسمها يوفط. انا مشروع شهيد، وما تخافش يا ابويا انا هبقى وابويا شهيد وابويا شهيد وانا هبقى شهيد. ولما المذيعه بمنتهى التلقائيه قالت له هو انت باباك ميت؟ قال لها لا انا ابويا مش ميت. امال انت ماسك ليه اليافطه دي؟ قال له الراجل اللي هناك ادهالي. طيب. انكم تستعملوا الاطفال في هذه الجيم السياسيه حرام حرام. تعالوا مع بعض نشوف الصور وبعدين الفيديو وبعدين نرجع. اسيب بقى اميره تتكلم في هذا الموضوع. Oh!
عليك. هم فرقوا علينا كل حاجة. مين هم؟ الناس مين؟ انت تبع المعتصمين؟ أطفال ضد الانقلاب. طيب أطفال ضد الانقلاب ببساطة شديدة بيساء استخدام الطفولة وبراءتها من قوى إرهابية بتشيل الأطفال كفن وبتمشيهم مظاهرات وبتملي عليهم إرادتها وبتوزع عليهم يفط. والحقيقة الأطفال دول مش هيبقوا مشروع شهيد، هم هيبقوا مشروع إرهابي يتربى على كراهية المجتمع وطفولته تهدر. أطفال ضد الانقلاب بيجيبوا اليتامى من جمعيات رعاية اليتامى، الأطفال الصغيرين ما لهمش أم وأب، بيستخدموهم وما عندهمش مانع أنهم يصدروهم في وش المشهد وأنهم يموتوا وأنه يرجعوا يصوتوا ويتجروا بدمهم ويقولوا بيموتوا الأطفال. كل أم، أنا عندي سؤال لحضرتك، كل أم نزلت ابنها أو بنتها أو طفلها في ربع العدوية ولبسته الكفن كده وخليته يمشي والشارة الخضرة، وانت بتعملي العمل ده من جواكي قلبك ما بيكولكيش على ابنك على ضناكي لو حصل حاجة؟ لأن افترض لأي سبب من الأسباب دلوقتي الشرطة قررت أنها تفض الاعتصام وتعاملت بالغاز المسيل للدموع، إيه ذنب الولاد دول؟ انتي عايزه ايه؟ الام اللي نزلت ولادها، وانا هنا بتكلم مباشره لهذه الام، انتي عايزه تقنعيني ان انتي كده بتجاهدي في سبيل الله؟ هل انتي عايزه تقنعيني ان انتي كده بتوصلي رساله ومثل يحتذى بيه؟ انا اسفه، انا كده بقول لك انتي ام لا يكتذي بي ولا تنفع انها تكون مثل ان انا اخدها كأم. انا بقول لك ان انتي ام مجرمه، انا بقولك ان انتي ام لا تصلحي انك تكوني ام، وان انتي لما تعرضي ولادك لهذه المهزله فانتي لا تستحقي غير ان نقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل ام نزلت ولادها للمكان. عشان ننتهي من او نقف على حكايه ام مجرمه، كل ام منا عليها واجب قانوني رعايه اطفالها، عليها واجب طبعا قانوني برعايه اطفالها. يعني انا كأم لو معايا طفل رضيع وما رضعتوش وهو ما يقدرش ياكل لوحده ومات، يتقبض عليا بتهمه الامتناع عن ارضاعه لاني موتته. فانا كأم لما اخد ابني او بنتي اللي عنده 3 سنين ولا 5 سنين واحطه في موقع مكان موقع حربيه وعرضه للضرب وعرضه للاعتداء وعرضه للغازات المسيله للدموع، انا ابقى ارتكبت جريمه. وعلشان بعض الناس امبارح، انت عارفه طبعا كان في مؤتمر مهم جداً عمله المجلس القومي للامومه والطفوله حوالين اللي بيحصل واساءه استغلال الاطفال، في حد طلع سال الدكتوره ميرفت التلاوي او ما معناه، قال يعني انتوا جايين تهتموا بالاطفال النهارده؟ طب ما الاطفال كانوا بينزلوا التحرير. فانا بس عايزه اشرح لك او ادرس. احنا عندنا صور اعتقد لكده. هقول لك حاجه، لما كان في يناير 2011 في ضرب غاز وقنابل مسيله للدموع، كنا كلنا بنقول ما حدش ينزل اطفال، وما كانش في اطفال. انما لما يوم 30 يونيو والشرطه اعلنت انها هتحمي المتظاهرين والجيش اعلن انه هيحمي المتظاهرين وكانت الناس نازله في اجواء احتفاليه وطنيه، خلاص الناس خدت اطفالها عشان تجدد انتمائها للوطن، عشان زي ما بعلمهم تحيه العلم في المدرسه، زي ما بخليهم يرفعوا علم مصر. ها في فرق كبير بين اني اخد ابني او بنتي يحتفل معايا بحدث وطني عظيم
وبين اني اخد ابني او بنتي البسه كفن بدل ما اشتري له هدوم العيد. اسمحي لي يا اميرة كفن العيد. خليكي كملي بس انا بطلب من محمد المخرج بتاعنا. يا محمد ممكن تجيب على التو ويندوز واحده للمسيره اللي كانوا عاملينها للاطفال بالكفن وجزء من الاطفال اللي كانوا موجودين في التحرير، وخلي الصوره هي اللي تحكم. انا عايزه الصوره الناحيه الثانيه لو عندنا صور من التحرير للاطفال اللي كانوا في التحرير، هل كانوا الاطفال بهذا المنظر من البؤس؟ هل كان لبسهم مقطع؟ هل كانوا بالمنظر ده كلابسين ماسك واقي؟ هل لما يقولوا انا هصفر لك ثلاث صفارات تقولوا مصر؟ هل لما كانوا موجودين يقول لك تكبير؟ هل الامهات اللي ماشيين ورا المنتقبات المحترمات اللي ماشيين وراهم شايفين ان هم كده سايبين الولاد في الصفوف الاولى وهم في الصفوف وايه موضوع يشيل الكفن؟ الاطفال من امتى بتشيل كفنها؟ احنا بنخلف للحياه مش للموت. وعايز اقول لك حاجه، الاطفال اللي النهارده شتموا الفريق السيسي دول لما يقرروا ان هم يخشوا الجيش، ده لو دخلوا الجيش افتراضا، دول المفروض هيبقوا ايه؟ لا لا دول هيبقوا مشاريع ايه؟ هو بس الفريق السيسي اللي شتموا الجيش اللي قاعدين في وسط بيسمعوا فيه ليل ونهار، اللي بيشوفوا علم مصر بيتحرق، اللي بيسمعوا تكبير لما يقولوا امريكا تحتلنا، اللي بيسمعوا ويتقال لهم خلوا الاتحاد الاوروبي يجي يقدم مصر عسكريا، الاطفال دي بيتدمر انتمائها للبلد وولائها لمصر ونفسيتهم. ولما هم يقولوا في, في, في احدى الاغاني، لما بنت زي دي، انا اقسم بالله العظيم ان البنت دي الورقه اللي هي ماسكاها دي مكتوبه لها ومكتوبه لها من حد اكبر منها وعماله بتغني وهي مش فاهمه نص الكلام اللي بيتقال. ده غير ان هم لما يجوا يقول لك احنا ما بناخدش فلوس، الاطفال الصغيره حتى علمتوهم التسول، يعني انتوا علمتوهم ان هم اول حاجه يقولوا لهم احنا ما بناخدش فلوس، احنا جايين هنا بمزاجنا. جايين هنا بمزاجنا ازاي؟ طب يعني عايز اقول حاجه، كان في حصل احداث لرمسيس من اسبوعين كده، حاولوا يقفلوا الكوبري وكسروا الرصيفه وعملوا حواجز. في هذا الوقت في ولد طفل في ميدان رمسيس قال يسقط مرسي، فراح ملموم حواليه مجموعه من المتظاهرين السلميين وقرروا يدوله علقة، وكان من ضمنهم وزير الاستثمار في حكومة أنديل الوزارة الأخيرة، وزير الاستثمار اللي كل سندوتشات ب 83 ألف جنيه هو ومعاونيه في هيئة الاستثمار. الفيديو على اليوتيوب مسك الواد من قفاه ويجري وراه ويلطش له. طفل قال لا المرسي بتعملوا فيه كده، وأطفال مش شايلينهم أكفانهم بتعملوا فيهم كده. يعني اسمحوا لي ان انا اقول لكم ان احنا غير متعاطفين معاكم شكلا وموضوعا، وما تجوش بعد كده تلومونا وتقولوا لنا انتوا ازاي ما بتتكلموش عن الاطفال لو حصل لهم حاجه. انتوا اللي حطيتوا الاطفال دي في الصفوف الاولى، انتوا اللي بتستعملوا النساء في الصفوف الاولى، انتوا اللي بتحاولوا تروي دراع الشرطه والجيش عشان عارفين ان من قيمنا وثقافتنا ان ما حدش يمد ايده على طفل او على ست. فبالتالي لان انت حطت الاطفال والستات في الصفوف الاولى، فانت فاكر او متوهم ان الشرطه والجيش هتضيع مستقبل بلد علشان خاطر الستات. على عيننا وعلى راسنا، بس انتوا كمان يا ستات الموجودين في الميدان انتوا مش مغيبات، انتوا فاهمين كويس قوي انتوا بتعملوا ايه. فراعوا ربنا في البلد، وراعوا ربنا في اطفالكم، وراعوا ربنا في نفسكم. قبل ما تطلبوا من الناس التانيين انهم يراعوا ربنا فيكم. وزارة الداخلية كل ما تتكلم عن فضل الاعتصام او اي حد في البرامج بس سريعا بقى عشان كل ما حد يتكلم يقولوا هنطالب في البداية بان الستات والاطفال يطلعوا من الاعتصام، هنحذر مره واثنين وثلاثه. خليني اقول لك حاجه، امبارح في المؤتمر بتاع المجلس القومي للامومه والطفوله اكد الامين العام للمجلس القومي للامومه والطفوله خلال المؤتمر الصحفي انه تم استخدام الاطفال والنساء كدروع بشريه في المظاهرات خلال شهر يونيو، وان الاطفال ارتادوا الاكفان، مشيرا الى ان هناك معلومات شبه موثقه ان جميع هؤلاء الاطفال استجلبوا من احد جمعيات رعايه الايتام في مدينه نصر. يا دكتور احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، فلنعتبر ان كلام الامين العام للمجلس القومي للامومه والطفوله بلاغ لحضرتك عشان تحقق في جمعيات رعايه الايتام. وهل بيطلعوا الاطفال اليتامى ويلبسوهم اكفان ويمشوهم في ربع العدويه ولا لا؟ احنا منتظرين نتائج التحقيقات في الوزاره مع الجمعيات اللي بتستغل الايتام يا دكتور احمد البرعي.
ضيوفنا النهارده في فقرتنا الاساسيه الاطفال والسياسه واستعمالهم في المعركه السياسيه معانا الدكتور نبيل القط استشاري الطب النفسي والكاتبه الاستاذه فاطمه المعدول. وطبعا الستات ما بيعرفوش يطبخوا، انت موجوده معايا النهارده طبعا. معانا النهارده الشيف محمود. الستات ما بيعرفوش يطبخوا، الشيف محمود هيعمل لنا صينيه سمك بالبطاطس وبلح البحر. بصراحه عنده حق، لانه استوينا لحمه وفراخ ومكرونه ورز. الواحد نفسه استوينا، نفسي اكل فسيخ او كشري، مش عايزه اقول لك، وكشري كشري كشري. ممكن هيعمل معمول بالتمر والفستق، وده تمهيدا بقى لمخبوزات العيد. وكل سنه وانتم طيبين. شيف محمود هيعمل صينيه سمك، وادي الصور اهي. هتقول لنا السؤال بتاع امبارح من فضلك. سؤال امبارح، سؤال الحلقه بتاعت امبارح، وكانت جايزته عمره. ما اسم الصحابيه ام هانئ؟ هل هي ام ايمن بركه بنت ثعلبه، ولا اسماء بنت يزيد الانصاريه، ولا فاخته بنت ابي طالب؟ الو يا رحاب، ازيك؟ ايوه ازيك يا رحاب؟ عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا رحاب؟ ازيك يا وفيده؟ ازيك يا حبيبتي؟ كانت ايه الاجابه الصحيحه؟ انا لسه كلمتك من زمان يا وفيده. ربنا يخليك، ادينا اتكلمنا، وقولي لي ايه الاجابه بتاعتك. انا بحبك جدا وانا كمان قليله جدا. ميرسي يا روحي، ربنا يخليك. ميرسي يا رحاب، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه يا حبيبتي. انا كلمته اصلا يا حبيبتي. قولي لي الاجابه الصحيحه ايه يا رحاب؟ هي فاخته بنت ابي طالب. طيب يا رحاب، بنقول مبروك. انا والله العظيم انا مصدقه ان انا بكلمكم. مبروك يا حبيبتي، مبروك العمره. انت فزتي بالجائزه عمره. انت رحتي عمره قبل كده؟ والله لا، رحت خالص، وامنيت حياتي اروح عمره. طب ادعي لي بقى، ربنا كتبها لك يا حبيبتي، والف مبروك. انا هدعيلكم انتوا اول ما اخش ان شاء الله باذن الله، هدعيلكم. وادعي لمصر، ساعه الدعاء المستجاب اول لحظه عينك تشوفي الكعبه، تدعي لمصر ولشعب مصر، ربنا يزيح الغمه ويكرمنا. مصر وشعب مصر يا رب. ربنا يخليكي. مبروك يا رحاب، الف مبروك. احنا طولنا على حضراتكم، موضوعنا موضوع مهم جدا النهارده، الاطفال واستعمالهم في اللعبه السياسيه اللي موجوده. ده حوارنا النهارده، خليكم معانا بعد الفاصل، نلتقي ان شاء الله. مسابقة برنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا، والجائزة رحلة عمرة. سؤال حلقة اليوم: من التي وصفها القرآن الكريم بحمالة الحطب؟ أم جميل بنت حرب، حبيبة بنت خارجة بن زيد، أم معبد الخزاعية؟ اتصل على رقم محمول 5929 أو من أي رقم أرضي على 09329، أو أرسل رسالة على 49239. أرسل حرف إي أو حرف سين في بداية الرسالة، ثم مسافة، ثم رقم الإجابة الصحيحة. المقولة الشهيرة جدا ان الاطفال هم مستقبل اي بلد، دي مقولة مهمة جدا. بس انا حقيقي هوجه الخطاب الاول للامهات، ليه كلنا لما بنيجي نخلف بنقرر ان ولادنا دول يبقوا بتوعنا ونعمل فيهم اللي احنا عايزينه؟ عايزين نشغلهم، عايزين نقعدهم، عايزين نعلمهم، عايزين ما نعلمهمش، عايزين نجوزهم، عايزين نسربهم. احنا بناخد القرار وكأن هم ملك لينا، مكتوبين بتوعنا في الشهر العقاري. لكل ام بتتفرج علينا النهارده، موضوع اللي احنا هنناقشه ده موضوع مهم جدا، استعمال الاطفال بتوعنا في العراق السياسي او في المنازعات السياسيه في منتهى الخطوره. هتطلع مش اطفال، هتطلع قنابل موقوته ممكن تتفجر في وش اي حد فينا. النهارده موضوعنا بيشرفنا ويكون موجود معانا الكاتبه الاستاذه فاطمه المعدول، معانا الدكتور نبيل القط استشاري الطب النفسي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. انا عايزه ابدا بسؤال اعمل بيه فرشه كده للمناقشه. لما كلنا شفنا طفل عنده 4 سنين لابس كفن وماشي بيلعب، يعني مداركه تقول انه بيلعب ولا تقول انه مستوعب بيحصل ايه؟ ده دلالته ايه ومعناه ايه؟ قبل ما نتكلم عن مفهوم السياسه والاطفال عموما، المشهد اللي شفناه ده. انا يعني هرد عليك يا استاذه اميره، بس عاوز ارد على الكلمه بتاعت ان الام او اي حد بيتقال انه الطفل ابنه. الطفل ابن المستقبل. بالظبط. الطفل ابن المجتمع. اللي بيحصل في ولادنا نتيجه عدم وجود ثقافه حقوق الطفل وحقوق الانسان. حقوق الطفل وحقوق الانسان مصر ماضي عليها، حقوق الطفل طالعه من اكتر من حوالي من 50 سنه،
ومصر ماضية المواثيق دي، ومصر كانت بتحاول تحافظ عليها، فلازم تسود ثقافة حقوق الطفل عشان نحمي الطفل، مش بس من أمه، ساعات الأمهات بتبقى كده، وساعات المجتمع نحمي الطفل. ممنوع مش عارفه ايه حق الاطفال، ايه الحكايه بقى يا استاذه بتاعت وموضوع هنتكلم فيه يعني الاكفان دي بقى ده انت بتضيعي من الطفل اول حق في حياته، الحق في الحياه نمره واحد، الحق انه ما يستخدمش في الحروب ولا في النزاعات السياسيه، الحق انه ما ناذيهوش، الابيوز ده نوع من العنف ضد الطفل. انا الحقيقه مذهوله ازاي الاخوان المسلمين كانوا هيحكموا مصر بالرؤية دي. أولا الدستور رفضوا يكتبوا فيه أن الطفل تحت 18 سنة، هو كل ما تحت 18 طفل، ورفضوا يكتبوا فيه ممنوع عمالة الأطفال في الأعمال الشاقة، رفضوا. أنا عندي المكتوب في القديم واللي كانت الجماعات والمجتمع المدني طالبينه في العالم كله، خلاص معروف أن الطفل هو كل ما هو تحت 18 سنة يمكن يبقى كبير كده، لكن جهازه العصبي جهازه النفسي مش 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 بني ادم كامل، لسه في رعونه الاطفال، لسه محتاج الرعايه. فهم انا مش قادره اصدق ازاي هم بيفكروا يحكموا بلد ويفكروا في المستقبل ونظرتهم للمراه والطفل متدنيه كده. الحاجه الثانيه، الدستور ظلم المراه ظلم باين، مجلس الشعب ظلم المراه، ومع ذلك وما صدروا هو ما صدروش المرأة وما دخلوهاش مجلس الشعب، ومع ذلك في المظاهرات لقيناهم مصدرينها. شيء مذل، استخدام يعني مش عايز أقول كلام وحش، متدني للمرأة والطفل. استخدام خلينا يحتقر المرأة والطفل. خلينا في الطفل بس عشان كمان بمناسبة الأطفال اللي احنا شفناهم واحنا قاعدين أنا والدكتور برا، دول أطفال حاجة منظمة، مش أطفال عشوائيين، مش أطفال أم داخلة بيهم، لا دول أطفال ماشيين كلهم حلقين نفس الحلقة، كلهم لابسين نفس شبه بعض، بيتعمل لهم صفارة، متحفظين كلام. ده هنا أنتي خدتي من ملجأ أو مدرسة أو أي حتة، ده وظيفة المنظمات المجتمع المدني ووظيفة المجلس القومي للطفولة والأمومة ووظيفة كل من يعمل مع الأطفال في الحكومة المصرية أنه يبلغ. اليونيسيف طلعت بيان مايس قالت لك العنف ضد الأطفال، لا حتى لو في التحرير كان في أطفال، لكن دول منظمين. طيب دكتور، من نفس السؤال أنا مش هضيف كلام كتير إلا في الجزئية بس اللي أنا ممكن أقدر أتكلم فيها، جزئية أنه الطفل مشكلته أنه هو فئة مستضعفة وفئة هشة وقابل للإيذاء من العناصر اللي ممكن ما تأذيناش احنا ككبار، لأنه جهازه العصبي زي ما المدام فاطمة قالت أو الأستاذة فاطمة قالت إنه جهازه العصبي لسه مش كامل ومش نامي بشكل كافي إنه هو يتعامل مع هذه الظروف، وبالتالي أنا بعرض الطفل لمشاكل أكبر منه هتؤذيه في بقية عمره. ده واحد. اتنين، انه الطفل هو شخص غير قادر على انه ياخد قرار بنفسه عشان يقرر اذا كان هو يبقى شهيد او مش شهيد. زي في حكاية استغلال الجنسي للاطفال، في استغلال ديني للاطفال، في استغلال سياسي للاطفال. فانا اقدر ان انا اطلق على ده اسمه الاستغلال السياسي للاطفال، زي الاستغلال الجنسي للاطفال او استغلال الجسدي للاطفال، ده استغلال سياسي للاطفال. واستغلال هنا هي اساءة استخدام الاطفال في الصراع السياسي. وبالتالي ده بيشكل خطورة على الأطفال نفسهم، لأنه هو بيحرمه من فكرة أنه هو ياخد قرار، لأنه هو طبعا هيسمع كلام بابا وماما أو أونكل أو أبلة أو كذا أو كذا. هو مش صاحب قرار عشان يقول أن أنا بشهيد تحت الطلب أو أن أنا ضد مين أو مع مين أو حاجات بالشكل ده. هو ممكن يلعب بيتحمي يتدلع، لكن أنه هو ياخد مواقف سياسية وينزل ويعمل أطفال ضد الانقلاب ده ما. طب هو مستوعب ده؟ السؤال، الطفلة اللي لابسة كفن وهي عندها 4 سنين، ده حصل في التاريخ كله استخدام الأطفال. حكاية الاستيعاب ديت، ما هو الاستيعاب ده مستويات. الطفل عند سن 5 سنين غير عند 7 غير عند 15، فالاستيعاب هو متدرج، مؤكد انه الطفل
لغاية سن 14-15 سنة مش هيقدر ان هو ياخد قرارات معينة. في دكتور في ناس وده سؤال برضو لحضراتكم، في ناس كتير جدا بيقول لك هو انتوا عاملين ليه سبوت لايت على الاطفال دول بالذات دول اللي هم مشوا بالكفن او اللي بيسفروا او البنت اللي بتغني او ما بيحصل كده في التحرير، ما انتوا في اطفال بتنزل في التحرير. اسمحوا لي اعرف الفرق النفسي والاجتماعي للاطفال اللي كانوا موجودين في التحرير والاطفال اللي موجودين في رابعه. طيب اتفضل. هو فعلا كان في اطفال بينزلوا التحرير، سواء اطفال بينزلوا مع اسرهم او اطفال بينزلوا اسرهم بتسيبهم ينزلوا التحرير او اطفال الشوارع او اللي بيسموا اطفال الشوارع. هو فعلا كان في اطفال في التحرير، وفعلا كان في خطا من الاعلام ان هو ما ركزش بشكل قوي على مساله وجود الاطفال في التحرير، لانه ده مساله مؤذيه للاطفال. انا شايف انه وكان بيتم اطفال يعلقوا يفط على جسمهم ان هم ضد كذا او مع كذا او بيناصروا كذا او حاجات. انا متصور انه الفرق الكبير جدا بين اطفال التحرير اللي هم وكان خطا وما زال خطا وبين الاطفال اللي بيحصل معهم النهارده انه هو انه تحولت الى مؤسسه، يعني وكانه بمعنى في فرق بين واحد اتنين تلاتة ينزلوا، وفي فرق بين ان انا اعمل مؤسسه هدفها ان هي تنزل الاطفال لعمل حمله سياسيه زي ما بيحصل في رابعه. استخدام منظم مش عفوي يعني ولا فطري ولا بالظبط. فتحول الامر الى عمل منظم، لأن الأطفال هم مجموعة فئة تثير التعاطف بدون ما تفكري هو معاك أو ضدك. أنت أول ما هتشوفي طفل أنت قلبك هيروح له على طول، فأنت حتى وبالتالي هنا هو مناصر، يعني بيثير المناصرة لقضيته السياسية. فلما يقول أن أنا ضد مرسي أو مع مرسي أو مع الانقلاب أو ضد الانقلاب أو مع السيسي أو الكلام ده، هو هيثير التعاطف، فتم استخدام موسع للأطفال. الأخطر من كده بقى هو تحويل هؤلاء الأطفال إن هم يتكلموا على فكرة الشهادة. الشهادة طبعا فكرة خطيرة جدا، لأنه أنا طفل في لحظة مبكرة من عمره بيقرر إنه ينهي حياته في إيه؟ أصبح بدل ما يعيش يموت، فأصبح حياته ملهاش أي قيمة. يعني هيكبر على أساس يعني الحقيقة اللي خلانا عملنا الضجة دي المنظر البشع بتاع الماشيين بشهادة، ماشيين أنا مشروع شهيد مشروع شهيد، والدولاد بيغنوا وبيرقصوا، يعني ايه مش فاهمين حتى. لكن هو مساله انه يمشي بالكفن دي حتى في الثقافه المصريه قاسيه، يعني يمكن هم بره ما فهموش الاولاد لابسين اكفان، لان ده مش دي ثقافه اسلاميه، الكفن ده ثقافه اسلاميه. فاحنا كما لو كنا احنا تحولنا لاستعمار الصهيوني، يعني كمان بقى فيها استثنائيه جدا يا استاذه فاطمه، واستثنائيه طبعا. مساله الكفن دي استثنائيه جدا، شيل الكفن ده حاجه سعيديه على فكره، ما بتتعملش. يعني هم عملوها قبل النتيجه ما تطلع، لما 500 واحد نزل بالكفن بس كانوا كبار الاخوان وقالوا هنحرق البلد. لكن انا ما تصورتش انه يشيلوا، يعني عاوز اقول لك ان انا من يوم الثوره ما قامت بروح واجي، يعني ساعات يجي لي اكتئاب، ساعات اتبسط، ساعات من ساعة ما شفت الكفن أنا حالتي النفسية كانت وحشة جدا. يعني فأنا حسيت إن إحنا كمان كمجتمع قصرنا. يعني عايزة أقول لك إن أنا يعني أنا للأسف الشديد مضطرية أتكلم على الماضي، إن إحنا في ثقافة حقوق الطفل لازم تسود، لازم التربية والتعليم الطفل المصري خط أحمر، في مؤسسات لازم تشتغل، لازم تلعب دورها، التربية والتعليم لازم يخش في حقوق الطفل وحقوق الإنسان في المواد، في العربي وفي المواد الاجتماعية، ما يبقاش مادة كده في العربي اعرف ده. عاملينه المجلس القومي للطفولة والأمومة أيام الله يمسيها بالخير مشيرة خطاب، وتوزع منه أكتر درة. ده أنا قالوا لي اكتب اسمك، قلت لهم لا عامل إعدادي، يعني ده كنا عملنا مسابقة، ده مسابقة حقوق الطفل، يعني اتفاقية حقوق الطفل العالمية، عملنا نسخة مبسطة. أيوة. وتوزع منه أكتر من 30,000 نسخة. راحوا فين بقى؟ راحوا المدارس، راحوا مثلا جمعيات أهلية. لا عملنا إيه بيهم؟ ما هو هقول لحضرتك حاجة، من غير ما تحطي في الإعلام والتربية والتعليم إحنا بنزرع في أرض بور. أوكي. كثقافة إحنا عاملين كتب، بصي المشكلة دي أنا فاهمة أستاذة فاطمة، لازم ما حدش يشتغل لها، يعني إحنا دلوقتي عندنا ثقافة، دي ثقافة لازم تنتشر ده وقتها، ده وقتها. بس احنا المشكلة يعني حاليا يعني معنى الوطن كمان، نعلم الأولاد يعني ايه الوطن بالظبط. اوكي دكتور نبيل، امبارح نزلت صور على الانترنت، يا ريت اكفان، بس جابوا ولد ما
ملبسينه زي حزام ناسف. ما شفتهاش الصوره دي؟ لا ما شفتهاش. لا ملبسينه شيء محاكي الحزام الناسف زي صوابع الديناميت كده. وزي ما الدكتوره فاطمه قالت، الاطفال وهي شايله الكفن وبتغني وبتقول مشروع شهيد وبتاع، بتلعب ببراءه الاطفال رغم كل شيء. هل بيقلدوا الكبار؟ يعني ما يلاقوا الكبار لابسين اكفان يقلدوا، يعني بيعتبروا ان هم كده بيكبروا زيهم، بيقلدوهم طبعا، فرحانين زيهم طبعا. طيب ونرجع بقى للايتام. دي مهمه. طب خلينا بس قبل الايتام، عشان بس موضوع الايتام ده اصلا موضوع خطير شويه. انا بس انا عايز اتكلم على الثقافه التقليديه وعلاقتها بالاطفال، عشان بس احنا ما احناش يعني اللي بيحصل النهارده في رابعه ما هوش واقع من السماء طبعا، ده هو ابن الثقافه بتاعتنا وابن اللي بيحصل هنا. في فرق بين ثقافتين كبار جدا، ثقافه بتتعامل مع الاطفال باعتبارهم ملك، وثقافه بتتعامل مع الاطفال باعتبارهم امانه وباعتبارهم شيء يحتاج الى الحمايه. احنا بنتعامل في في مصر بنتعامل ملك، بره بنتعامل مع الاطفال أمانة. باعتبارهم ملك، مش بس كده، ملك ويا ابنك انت على جنب وعيال. فالاطفال العيل الصغير اللي بيسمع الكلام هيتباس وهيجي له شكل، والمتمرد الصغير اللي مش هيسمع الكلام هيتضرب، هيتاخد بالجزمه بالظبط. وبالتالي احنا عندنا مشكله في الثقافه بتاعتنا ان احنا بنتعامل مع الاطفال باعتبارهم ملك ولازم يسمعوا الكلام، وهي دي القضيه، ده اخطر ما في الموضوع بالظبط. انه انا بتعامل مع الطفل على انه طفل بالمعنى انه يحتاج الى الحمايه والرعايه والدلع والتنمية والكبران، ولا بتعامل مع الطفل باعتبار ان هو يحتاج انه يسمع الكلام ويروح يرمي الزبالة ويروح يجيب حاجة من البقال ويسمع الكلام ويبقى بوق لبوم. ودي وده اللي احنا محتاجين ندافع عنه. احنا وظيفتنا ككبار ان احنا نحمي الاطفال وندي لهم فرصة ان هم يكبروا ويختاروا قراراتهم بنفسهم. انا بس بقول المقدمة دي ليه؟ مفهوم. بقول المقدمة دي عشان اقول انه اللي بيحصل في رابعة ده هو الشكل الأكثر تطرفا من اللي بيحصل في أي بيت أو في أغلب البيوت، وشكل متطرف جدا، إن أنا أجيب أطفالي وأنزلهم في مكان شديد الخطر ومعرض للغاز ومعرض لكذا ومعرض لكذا، وأشيلهم قضية سياسية هم ما يفهمش فهمينها ولا فاهمين أبعادها، وأشيلهم كمان قضية حرب، مشروع مشروع شهيد ده معناه وانهم ممكن يموتوا او بالزبط. ممكن يتضرروا. ايوه يعني مصيبه بقى. ايوه هي مش نزهه اصلها اللي هم بيعملوا ده، مش نزهه. المجلس القومي للامومه والطفوله فتره كان عامل خط ساخن لتلقي البلاغات، يقول لك لما تلاقي جارك بيضرب ابنه ويكسر له ضلوعه بلغهم. ده استغلال. حضرتك اذا انا فهمتك صح، حضرتك عايز تقول ان الاب اللي شايف انه حقه يكسر ضلوع ابنه مش هو نفس الاب اللي واخد ابنه يوقفه بالكفن. مش بس كده، دي الثقافه هي أيوة. مش غريبه عليه. ايوه مش جديده عليه، بس هي يعني الشكل الاكثر تطرفا اللي هو هيخلينا فعلا ناخد موقف. ليه قلت ليه الأميرة؟ معلش اتفضل. اما الاب يحاول يربي ابنه حتى لو كسر له ضلع، غير لما مؤسسه حاكمه طبعا تستغل الاطفال طبعا، ده المرعب. هو بدل اللي عايز يعمل، معلش، الحكومه المصريه بكل عيوبها وفاسده سنين طويله وكده، بتحاول تحمي الاطفال، بتحاول ساعات بتاذيهم. انا معاكي انا معاكي، لكن اللي حصل في رابعه ده جديد على الشعب المصري. تعبير انا تعبير عن ثقافه الجماعه دي، انا بساله بس يا استاذ، ان انا مش مصدقه ازاي دول عاوزين يحكموا مصر. ايوه ثقافه الجماعه ما بتعترفش ولا بالاطفال ولا بالنساء ولا بالمستقبل ولا زي ما الدكتور قال ان هم بني ادمين كائنات. وعاوزه اقول ان مصر اتغيرت، مش حاجه واحده زي ما الاستاذه قالت لك على الخط الساخن. الخط الساخن ده كان الله يمسيه بالخير برضو عبد المجيد محمود، مش قادر اقول لك كان مهتم بيه ازاي، وكان بيكلم مشيرة خطاب بنفسه، وكانوا بيعملوا شغل هايل، وكان في مدارس الفتيات. انا مش مصدقه ثوره تيجي تضيع كل الانجازات بزعم ان اللي عملوها فلول صوت يعني فلول عملوا حاجه حلوه نشيلها ونخلي الوحش. واضح بقى ان دي كانت لا سياستهم. لا هو مش يعني مش عايزين نخش يعني المجلس ليه؟ لا انا عاوز اتكلم في المجلس القومي للطفوله، انا بس عايزه في سؤال، لانه هو المسؤول عن الاطفال في مصر. ازاي يبقى تبع وزاره الصحه تحت الوزير، وهو اللي بيراقب الوزراء وهو الوزارات وهو اللي بيراقب المجتمع المدني؟ لازم المجتمع يبص بنظره اقوى للمجلس المجلس. حضرتك هم نزلوه بعد الثوره، نزلوه بعد ما كان هو عمل في مواضيع كتير يا استاذه فاطمه متشربكه كلها في بعضها من اول زمان ودلوقتي. ليه يا دكتور نبيل حضرتك لما اميره جت سالت على موضوع الاطفال الايتام قلت لها اركني الموضوع ده، الموضوع ده خطير جدا. فانا استوقفتني كلمه دي، ليه خطير؟
اولا احنا عندنا مشكله ضخمه جدا في مصر في موضوع الايتام بالذات، انه بيتم استغلالهم بشكل او باخر. موضوع الايتام بشكل عام بيتم استغلاله اقتصاديا واجتماعيا. يعني في كتير من المؤسسات اللي بتشتغل في الايتام هي بتستغلهم للفلوس، تجمع فلوس باسمهم، ما بتديلهمش الخدمات اللائقه، بتعمل لهم اعلانات. القوانين نفسها اللي موجوده هي بتعمل لهم اعلانات، استخدام الاطفال في الاعلانات، استخدام الاطفال في جذب الفلوس للمستشفيات، ده خطر. كل ده كل ممنوع. ده كل ده العالم كله ممنوع خاطئ يعني. لكن الـ الـ الاخطر في الـ في الـ في, الـ في اللحظه اللي احنا فيها ديت هو انه عايز اتكلم على في كمان القوانين اللي موجوده ما بتحميش الاطفال الايتام. يعني القوانين اللي موجوده الحقيقه عندنا فيها مشكله ضخمه جدا. عشان كان عايز اقول انه الايتام هم مش ان هم اطفال وبالتالي فئه ضعيفه وفئه هشه، لا هم اقل من كده كمان، اكثر الفئات الهشه وضعفا، مهمشين بشكل مرعب. ما عندهمش حد ياخد قرار، ما فيش حد يحمي، ما فيش حمايه. الحمايه مقابل الاكل ومقابل النومه. هنا مش الحمايه انه بابا وماما يحبوني او يسمعوا كلامي او يطبطبوا عليا، ده هنا الحمايه مقابل يعني انا لما هنزل ربعه وهرجع او لما انزل اعمل يعني مطلوب، يعني انا هاكل كويس وهنام كويس. فهنا القضيه في منتهى الخطوره، ان انا بستخدم طفل بلا اب وبلا ام، بيسموه بلا سند، وممكن يقعد في الشارع وهو مرعوب جدا من الحاله ديت. وبالتالي بربيه على انه مش انه في بابا وفي ماما هيحب، لا ده في جماعه هتحب. تطوير الامر ده ايه؟ وان الامان بالنسبه لك اكل وشرب. لا مش بس جماعه، لا. عايز بس اشرح لك بس تطوير الامر ده ايه. انا هقول كلام قاسي شويه بس يعني تطوير الامر هو خلق عبيد للجماعه مش احرار للجماعه. يعني الطفل اللي بينزل مع باباه ومامته عشان يناصر المرسي مع الجماعه، ده طفل حاسس بحريه لان باباه ومامته بيختاروا له القرار. لكن الطفل اليتيم اللي بينزل من غير بابا وماما وبينزل مع الجماعه، ده طفل حاسس بعبوديه، ده بيتربي، انت بتربي عبيد. يا نهار اسود. هنا الخطوره بقى. الخطوره في ايه؟ انه انت بتربي ناس لا ليس لهم اسره ولكن لهم الجماعه، هي الوجود الحقيقي بتاعه، وبالتالي هو مستعد للتضحيه بنفسه بشكل حقيقي، مش مناظر بقى. يعني هنا مش انت هنا بتربي ده واحد ده شارب الفكره بالظبط كده. انت بتربي، عارفه لما بتربي بتجيبي يعني انا اسف بس بتجيبي كائن حي تربيه عندك علشان يعمل لك اللي انت عايزاه بعد كده، هو ده خطر. عشان كده انا قلت موضوع الايتام هو موضوع شديد الخطوره، اكبر بكتير من اللي احنا بنتكلم فيه. موضوع الايتام زي ما يكون بيتم بتربي حد اليف، عبيد بالمعنى التقليدي، زي فيران التجارب زي ما بيستخدمون في التجارب. مش فيران التجارب ولكن انا هنا في خطوره من تكوين ناس مش مجرد سمع وطاعه ولكن جهاديين يعني ممكن حاجات بشكل ارهابيين. انا جهاديين يعني عايزه اقول حاجه، انا كنت اسال سؤال، مشروع شهيد ولا مشروع ارهابي؟ لا انا عايزه اقول حاجه بمناسبه الاطفال اللي نزلوا اللي كانوا في التحرير بقى. انا بتكلم على الايتام بس عشان ابقى واضح، انا بفرق بين الاثنين لانه في التحرير ما هو برضه اعتبره ايتام. لا هل تتخيلي بقى ان التحرير حررهم؟ العكس، بمعنى ان هم كانوا حاسين المجتمع بيكرههم، المجتمع رافضهم، فجأة لقوا نفسهم جوه جماعة بتعطف عليهم بتحنوا عليهم. احنا كان عندنا في التحرير خيم للفنانين، وزارة الثقافة والمثقفين، فكنت تبص تلاقي ابتدوا يعملوا صداقات مع أطفال شوارع وأطفال معاقين، لدرجة ان الاعتصام الأخراني اللي كان ضد وزير الثقافة الإخواني كانوا بيجونا، يعني كان في نوع ان في حد حس بينا جزء طبعا، لان في جزء تاني أقول... يستغل وما زال بيشتغل دلوقتي. دي ظاهره خطيره. لكن عاوز اقول لك ان هم ما بقوش عبيد، بالعكس هم كانوا حاسين انهم مهمشين. مشروع شهيد مشروع ارهابي؟ انا رايي يا استاذه انه مشروع ارهابي. طبعا دكتور نبيل، مشروع شهيد ولا مشروع ارهابي؟ طب ممكن نأجل الرد بالذات على السؤال ده؟ مش حابب مش قادر اقول الكلام ده بصراحه. لا عايزين نناقش انا فكره مشروع شهيد ومشروع انا ضد الموت بشكل عام طبعا. يعني انا لا انا مش فاهم قصدي، يعني قصدي بيكون. انا عايزه قصدي تقول ايه لما يبقى طفل النهارده بيقول على نفسه مشروع شهيد وناقم بيربى على النقمه على المجتمع؟ خلينا بس نقول انه يعني في التاريخ ده موجود على فكره، احنا ما بنتكلمش على حاجه يعني جديده تماما. في التاريخ الملوك كانوا بيجيبوا اطفال يتامى ويربوهم زي المماليك كده. المماليك هو عباره عن ايه؟ المماليك عباره عن اطفال تم استجلابهم
من أسر من بعيدة ومن أماكن بعيدة وتم تربيتهم. كل الناس دول وكل الناس دول. فإحنا بس عايزين نتكلم على إنه ده إحنا بنتكلمش على فانتازيا يعني، إحنا بنتكلمش على تصورات وتخيلات، إحنا بنتكلم على وقائع تمت في التاريخ القريب والبعيد، وهو فكرة التجميع الأيتام وتحويلهم إلى مناصري قضية عشان يكبروا ويتشربوا هذه القضية فيبقاش عندهم في الحياة هو ده بابا وماما والعيلة وكل حاجة. أنت عارف يا دكتور أنت عملت إيه دكتور نبيل؟ أنت يعني الفكرة اللي كانت في دماغنا بس إحنا ما كناش عارفين نوصفها نوصفها. لكن أنت لما حطيت الأيتام بالزاوية دي عملت سبوت لايت جامد جدا. دي حقيقة الأيتام دول ممكن يستغلوا إن هم يبقوا مشروع لإرهابيين أو لا. وكمان هقول حاجة قبل التليفون، أنا عايز أقول لكم على حاجة يعني بس بقى سوري يا دكتور، اليتيم اللي قاعد في دار حبيبي من وجهة نظري يعني محدودة الإمكانيات ومقفول عليه وبيعامل من مدرسة، لما يطلع يلاقي نفسه وسط حدث وهذا الحدث فيه أكل وشرب وبتصوره يعني أطفال تانية وبتصوره ويحتفى بيه بيغنوا هم شعراء ويحتفى بيه البنت بترقص يعني كده. أنا بدي هذا اليتيم شهيدة جدا لأني بخلي له فكرة الموت وكذا. لا وبيصور فكرة جميلة ومحببة بيصور بيطلع في التلفزيون ويعني حاجة كأنها فاني يعني. أيوة بنلعب. معنا تليفونات ومعنا أصدقاء عايزين يشاركونا الحوار. معنا أمل، أهلا وسهلا أستاذ أمل تفضلي. أهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا أنا بقول تحيا مصر ويحيا جنودك الجيش والشرطة طبعا. أول حاجة. ثاني حاجة أنا بقول إن اللي موجودين في رابعة دول مش جماعة، دول جنود إبليس جايين من مخطط بريست امريكان تل ابيب، وطبعا المخطط ده بيستبيح كل شيء لاباده العرب. انا مش هطول عليكم، انا بس عايزه اعمل نداء للامه العربيه، يا جموع الامه العربيه، يا كل بلد عربيه، اتحدوا اتحدوا، احنا في خطر. على فكره سياده المشير السيسي لما كان بيناشد ان الشعب ينزل كان باصص لابعد من كده، يا ريت نقرا اللي بين السطور. هو ما كانش بيقول ان هو عايز يقضي على الارهاب اللي في مصر اللي هم البقره اللي في رابعه، لا هو كان بيقول ان في مخطط اوسع من كده ويا ريت ننتبه له. يا ريت ننتبه له يا عرب، يا ريت ننتبه لما يبقى عندنا يا امل اشخاص زيك بيفكروا بالوعي ده اعتقد ان المصريين مش في خطر. ميرسي يا امل بشكرك. معايا تليفون تاني. منى الو يا منى مساء الخير. مساء النور يا منى، احييكم على موضوع الحلقه ده ميرسي الجد المثير وبشير. بس النقطة ان الاطفال مش بس اطفال ملاجئ ومدارس ولا حتى اطفال سكان رابعة، لا في اطفال الاسر المتواجدة في رابعة اللي بيخرج عائلهم في مهم التظاهر وبيسيب اسرته، ده بيضمنه بيبقى فيه ضمان كامل لعودته لان اسرته محتجزة. دي نقطة يعني محدش اشار اليها. وكمان نقطة عايزة اشير اليها، الاطفال دول بعد خروجهم بالسلامة عايزه اسال الدكتور والدكتوره كيف سيعاد تاهيلهم بالظبط كده، هيبقى حالهم ايه وهنتعايزين منهم ايه، هنعالجهم ازاي. ميرسي يا منى، انت فتحتي موضوع مهم جدا صحيح. وده هيكون سؤالنا بعد ما نخلص. بس ناخد استاذ عبد المنعم. استاذ عبد المنعم اهلا وسهلا اتفضل. مساء الخير. مساء النور يا فندم ومرحبا بضيوفكم الكرام. اشكرك حضرتك. انا بقول لكم بالنسبه اللي هو المشروع شهيد او مشروع ارهاب، لا المشروع كله مشروع استغلالي اللي موجود في رابعه. واللي مسؤول عن كده مش هقول لك الاخوان ولا كده، لا المسؤول عن كده الدوله على مر الزمان والحكومات لانهم ما اهتموش بالاطفال في العشوائيات ولا في الاسر الفقيره. ولو بصيتي انت زمان قوي لما عملوا مجانيه التعليم كان الطفل بيجي ياخد وجبته بياكل بيروح بيتعلم، فكان بيراعى صحيا وتربويا. دلوقتي مفيش الاهتمام ده موجود للاسف. وبعدين الدور على الجمعيات الاهليه اللي موجوده دي كلها وحقوق المراه والطفل والكلام ده كله ما اهتموش بالطفل الاهتمام الكامل. المفروض ان ده كله يجتمع تحت جمعيه واحده تنبثق منها الجمعيات عشان المعونات اللي بتيجي من بره. واستاذ عبد المنعم يبقى في قانون يعاقب كل واحد انه اللي يجي على حق الاطفال. على فكره عندنا قانون حمايه الطفل قانون مهم جدا. ايه اللي بيحصل في انت ما تعرفيش ايه اللي بيحصل في دار الايتام واللي بيحصل في ذوي الحالات الحرجه والمعاقه للاسف ما تعرفيش ايه اللي بيحصل من تجاوزات
للأسف حضرتك لازم يبقى في رقابة هامة جدا. احنا ورثنا مشاكل كتيرة قوي من نظام مبارك، كلها محتاجة ملفاتها كلها تتفتح ونشتغل كلها عليها، الفقر والعشوائيات. نظام مبارك انا بتكلم دلوقتي على الطفل طيب، ما هو اللي طالع اللي هو المجتمع اللي هو هيبني المجتمع في المستقبل. احنا محتاجين نحط خطط زي ما هو الفقر والعشوائيات دي كلها قضايا قديمه ما اتفتحتش وما اتعالجتش. ميرسي لحضرتك جدا يا استاذ عبد المنعم. المجتمع كله لازم حتى الريف حتى الريف وحتى الامه. أيوة، ايوه حتى التقرب من التعليم. صح، بنشكرك يا استاذ حضرتك جدا. كل دي ملفات مدام منى واستاذ عبد المنعم فتحوا حاجتين مهمين جدا قريبين من بعض. طبعا اهملنا بتاعه السنين اللي فاتت كلها في الطفل رغم الجهود، بس برضو مش واصله للمواطن المصري العادي. عشان لازم يبقى في حاجات مؤسسيه المجتمع ككله، مش كل واحد يشتغل لوحده. لازم يبقى في خطه تنميه اقتصاديه بالزبط. للفقر بالزبط. اصلا عشان تعالج المساله كلها. ولذلك لما تقوم ثوره لازم كان يبقى في اهتمام بالاطفال، مش نلغي حتى الحتت اللي قد كده. يعني الشيء الغريب ان الحتت اللي كانت قد كده بتشتغل راحت. يعني حتى الاطفال، ما هو وزاره التضامن الاجتماعي بتشرف على دور الايتام المفروض، بيقدموا كشوف انا بفلوس. انا عندي حاجه كده غريبه شويه عايز اقولها. هو لازم يكون في ايتام؟ هو ما ينفعش يبقاش في ايتام؟ مش لازم، مش كده؟ يعني اللي انا اقصده انه كل الناس اللي عماله تتكلم نعمل ايه مع الايتام، نعمل ايه مع الايتام والرقابه. الاستاذ عبد المنعم كان بيتكلم على الرقابه. احنا محتاجين نزود الرقابه. انا متصور انه الدول اللي نجحت في ان هي تتعامل مع مساله انه امراه تحمل بدون زواج رسمي وبالتالي يبقى فيه بيبي بدون اب وام، انا متصور انه في حلول جذريه اتعملت في العالم انه ما يبقاش فيه ايتام اساسا. القوانين اللي موجوده في مصر بتحافظ على وجود الايتام. القوانين اللي موجوده في مصر اللي بتمنع التبني، معلش انا اسف يعني ان انا بنقل الحته، بنقل الكلام في حته تانية، وبتصعب عمليات التبني. هي اللي بتعمل التبني، هي اللي محافظه على ظاهره وجود ايتام. واذا انا فهمت فانا بس يعني سوري انا اسف. انا يعني انا شايف انه احنا محتاجين فعلا بعد الثوره ان احنا نعمل حلول جذريه في الموضوع. يعني اكتر من كده قول يا استاذ، معلش يعني اذا انا فهمت الاستاذ عبد المنعم هو بيقول الرقابه بمعنى ايه، مش انه عايز يزود الرقابه، هو وكانه يقول ان في كوارث بتحصل مع الاطفال في دور طبعاً الايتام طبعاً والمعاقين، وهو عايز رقابه لحمايتهم مش رقابه عليهم. يعني انا عايز اقول حاجه على دور الايتام لاني اشتغلت فيها كتير. الايتام بيبقى يتيم اب وامه رمته، او يتيم ام وابوه رماه مثلا. صح، يعني ما بيبقاش يتيم اب وام الا قليل قوي. يعني انا اشتغلت مره اللي مع ايتام ومعاقين، وعلى فكره كانت جمعيه كويسه جدا وكانت بتوديهم مدارس، ومن الحاجات السعيده اللي انا اشتغلت فيها، وكانت حكوميه، كانت اسمها الطفوله السعيده في زنهم، احب اقول اسمها. الكلام ده من 20 سنه، كانوا كويسين جدا ومهتمين بالاطفال جدا، وجابوا لهم مدرسه، بقوا في مدرسه ايتام ومعاقين. فانا عايزه اقول ان ما بيبقاش يتيم ام واب زي ما الدكتور قال. ليه بقى في ايتام؟ لان الام بتروح تتجوز او ما بتقدرش تصرف على الاولاد فبترميهم في الملجا او ما بتتجوزش. يعني في قضايا كتير. فلو حضرتك المجتمع كفل للناس كلها حياه كريمه، احنا اللي مرينا بيه ده، اللي بنمر بيه ده، مروا بيه الدول المتقدمه قبلينا. يعني احنا مش جديد، مش اختراع. ده مش اختراع. مزبوط. كل ده لها حلول. كنا ابتدينا نحط، طبعا كان في حتت مظهريه، كان في بتاع، ولكن كان في شبه حلول. مش لازم نبتدي من اول وجديد. انا استغربت لما الثوره تقوم، ومش يمكن بكررها كتير، ما اتعملش حقوق الانسان في المدارس. انت عارفه يا دكتوره، امبارح الدكتوره ميرفت التلاوي حد قال لها ما معناه كنتوا فين؟ أيوة. امين عام المجلس قال ايه؟ قال احنا كنا محاصرين طبعاً، وكنا مهمشين وكنا هنتلغي. لا، وبعدين هو امين عام كنا هنتلغي. حضرتك امين هنشتغل ازاي؟ حضرتك امين عام المجلس بدل ما كان بدرجه وزير يتبع مجلس الوزراء، بقى بدرجه وكيل وزاره يتبع وزاره الصحه. وده خطا تراجيدي، لان المفروض انت ده اللي بيراقب الوزارات بتعمل اطفال، ده اللي بيحط استراتيجي على مستوى، يبقى ليه سلطه، ده اللي بيكلم العالم. ده يعني كان تمهيد لتكسير المساله والغاها. بالظبط. في سؤال سالناه من متصله منى، مظبوط، قالت، وده نقطه مهمه جدا برضو من حاجات عايزين نعمل عليها سبوت لايت. بتقول ان وجود الاطفال مش بس علشان خاطر يعملوا مسيره وبتاع، ده وجود الاطفال في رابعه وفي النهضه ضمان ان اهاليهم لما يطلعوا مسيره من هنا لهنا يرجعوا تاني عشان ياخدوا ولادهم. فانا احنا محتاجين ايه؟ اسره كده، ده برضو ابيوز. يعني ده برضو حاجه اسره يا دكتور نبيل. اسره كمان بتحتاجوا الاطفال.
كمان الحقيقه الحكايه كلها بشعه. ما اقدرش ان انا افتي بالكلام ده حتى لو مش كده يعني. الحكايه كلها بشعه، ان تقعدي عائلات وبيطلعوا شويه يضربوا وناس تضرب فيهم. انا ببقى قدام التلفزيون مرعوبه، فما بالك الطفل اللي فعلا الحكايه كلها. طب اخر سؤال، حد قوي. سال قال الاطفال دي نعيد تاهيلها ازاي؟ طبعا ان دي مساله ده بقى تخصنا جميعا. هيبقى عندنا القناه بالموقوته ولا هنعيد تاهيلهم؟ لازم يتحط لهم خطه ومين الشباب بيتعاد تاهيلهم؟ المفروض ان احنا نشتغل عليه، بس ده موضوع تاني طويل تاني. المفروض ان احنا هنشتغل هنشوف. مش بالضروره على فكره ان كل الاطفال اللي راحوا رابعه ولا تعرضوا في مظاهرات وبتاع ان هم يكون عندهم مشاكل نفسيه. البعض منهم بيبقى عنده مشاكل نفسيه، البعض منهم هيحتاج مساعده وهيحتاج تدخل عملي، تدخل اقصد احترافي يعني. لكن اعتقد ان دي مرحله تانية محتاجين هنشتغل عليها ونبحث فيها. طب ايه اهم المراحل اللي المفروض ناخدها النهارده بعد كل الفيديوهات اللي نزلت؟ ان احنا لازم جمعيات الحقوقيه تنزل الاماكن ديت وتتكلم مع الناس. طب ما هم ضربوهم، راحوا رابعه انباء اول امبارح اتضرب. طب مش راضيين يخرجوا الاطفال؟ ده سؤال مهم محيرني جدا. لا ما الاطفال دول مش بيروحوا وبيرجعوا، لا لا عايشين. لا عشان يعني دكتور دلوقتي لما يبقى في التحرير كان بيروحوا ويرجعوا. لما يبقى في حديث دلوقتي عن فض الاعتصام وخرجوا الاطفال وهم مش راضيين يخرجوا الاطفال، يبقى ايه الوضع؟ يعني هم الاطفال دول ما بيخرجوش خالص؟ مش عايزين يخرجوا يعني خرجوا الاطفال يروحوا يعني. الحقيقه ما فيش معلومات، ما تقدريش طب تقولي. على الاقل يمنعوا دخول الاطفال. هو يمنعوا يعني دخول. انا مع فكره انه يبقى الميدان حواليه شرطه من كل ناحيه وتمنع دخول الاطفال. ازاي ده؟ انا شايفه بعيني الاثنين دول امبارح قبل الفطار، ام منقبه لابسه اسود وماسكه معاها كاريكاتير عربيه طفله ورايحه بيها اتجاه ربع العدويه للاعتصام قبل الفطار ومعها الطفله. هتفطر يا خير؟ تفطر على عيني وعلى راسي. ايوه مكان طب خطر. والطفل ده مكان خطر. ما انا عندي مشكله يمنعوا الطفل، يجي عسكري يقول لها هاتي الطفل ده، انا امنعك تخش بيه وتبقى مصيبه سودة. يبقى المفروض ان هي المفروض تمنعه. انا المفروض المفروض تمنع. انا بقى عايزه اللي منع مش من عسكري، من الام. انت يعني راح تعملي ايه؟ انت بتتكلمي من المؤسسات الحقوقيه الاجنبيه لسه الناس اللي مش شايفه. الناس بتتعامل مع اولادها على انهم ملكهم، الناس بتتعامل مع الولاد على انه يعني ده بتاعه هو يعمل فيه اللي هو عايزه. دي طب ما عشان كده دكتور دي رحله تانية طويله محتاجه. عشان كده لما الشخص اللي عنده عقليه ان الطفل ده ملكي واجي داخله الاعتصام بطفل عنده سنتين ويجي عسكري ياخده مني، مش هياخده، يقول لي ممنوع، هيمنعها من الدخول. هتبقى ما هو هيطلع لنا بقى يقول لك الاعتداء. مفيش حاجه اسمها كده. ده تحت بيطبخوا نفسهم على الشرطه. ده انا ما شفتش كده ابدا الحقيقه، يعني ما شفناش حاجه زي كده. حضرتك يعني كنت بتتكلمي عن المنظمات الحقوقيه الدوليه. انا مش مصدقه العمى اللي مش شايفينه. يعني احب اقول لك ان مصر مشتركه في لجنه حقوق الطفل اللي تبع الامم المتحده. يا استاذه فاطمه، ده هيومن رايتس النهارده اسمعين. بتقول ممنوع فض الاعتصام بالعنف. ما انا هكمل لك. كل 5 سنين كانوا فين بيحاسبوا مصر حساب عسير، بيحاسبوا مصر حساب عسير على بتجتمع 3 مرات في السنه، في حد حكومي بيمثل وفي جمعيات اهليه بتمثل وبتروح، وبيحاسبوا مصر حساب عسير على شويه الاولاد اللي بيشتغلوا في الاعمال الخطره، على الاطفال الشوارع، وحساب يعني. انا مش مصدقه، مش شايفين درجه ان امبارح الدكتوره ميرفت التلاوي وهي بتتكلم صحفي من مش عارفه منين، من حاجه مهمه يعني يونايتد بريس اظن او كده، قال لها كنتوا فين لما الاطفال. طب ده مش معنى ان احنا سكتنا على اطفال شوارع ان احنا نسمع كمان اطفال شهداء، يعني ما نوصلش لكده. يعني حد قال لها كده كاسكتة كده يعني لازم يبقى في تحرك مصري اقوى من كده. صحيح انا عارفه ان هم دافعين فلوس وان قطر دافعه فلوس للاعلام. عندهم بي ار جامد جدا. يعني انا بنتي عايشه بره، بنتي عايشه بره. انا بقول بتقول لي ما فيش حاجه خالص اللي انت بتقوليها، حتى الاتحاديه جابوها على انها في الرابعه في يعني فاحنا محتاجين مجهود شويه. مش معقول يعني، مع احترامي جماعه صغيره تنظيم دولي يا دكتور، معلش بس مصر مش قليله. مصر ده مصر من الناس اللي اشتغلوا في الامم المتحده، من اوائل الناس. لما رحت الامم المتحده لقيت دكتور نبيل. انا معلش وقتنا يعني بس انا قلقان انه في الايام اللي جايه الموضوع ده هيتفاقم ويبقى عندنا شهداء اطفال وهيتزايد
خدي بالك انه في الحرس الجمهوري قالوا انه في طفلين ماتوا وطلعوا ما ماتوش، طلعوا سوريين. مش عارف يعني هم نفسهم يبقى في شهداء. فانا متصور انه استخدام الاطفال هيتزايد. النساء طبعا موجود، بس النساء حقهم، هم ناضجات وكبيرات. انا قلت كده ان ما حدش مغيب لاتخاذ قرار، ما حدش مغيب، فبالتالي ما يستعملوهمش كتعاطف للمجتمع. كل لكن واحد الاطفال انا متوقع انه هيتزايد في الفتره اللي جايه، وبالتالي محتاجين انتباه عالي جدا للقصه ديت، ومفيش غير الدوله هي اللي تقدر تتدخل. يعني انا مش بقول فض ومش فض، الدوله حره تعمل اللي عايزاه، بس انا بتكلم على منع دخول الاطفال، منع دخول الاطفال في المظاهرات. طب والاطفال اللي جوه نطلعهم؟ وبالعكس بقى، والحساب لحظه بس، احنا عايزين نتكلم دلوقتي. انا بتكلم هنا على حساب من يصطحب طفلا معه في المظاهره، المفروض انه يتحاسب فعلا. صح، يعني ده استغلال على الاقل. نبتدي بحاجه يروح ياخد ابنه معاه في المظاهره يتحاسب، من يصطحب معه طفلا في المظاهره ايا كانت المظاهره دي. احنا بنشكركم جدا، الوقت يعني راح معاكم بسرعه جدا، على امل ان احنا ما زلنا مستمرين وفاتحين الملف ده، لان الملف ده مهم جدا، ملف الاطفال خطير جدا. واعتقد زي ما حضرتك بتقول ان هو هيكملوا في الملف ده شويه، بس لازم الملف ده هو الايد اللي هتلولنا، لان هم مش معترفين بينا ولا بالمصريين. فلازم اللي جوه رابعه مش معترفين، فلازم تكلمي بره عشان يقولوا لهم، لان هم بيهمهم قوي بره الامم المتحده. احنا بنشكركم. انا بيهمنيش بره، لا انا ما يهمنيش، هم اللي بيهمهم. احنا بنشكركم مره ثانيه، والحوار ده لسه مفتوح ولسه مكمل معانا في الاسابيع القادمه. لكن بعد الفاصل ان شاء الله هنلتقي مع شيف محمود اميره، هيعمل لنا صينيه سمك بالبطاطس وبلح البحر، وهيعمل معمول بالتمر. بعد الفاصل خليكم معانا. انت مش كنت عايز تقعد معايا؟ اه.